مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا وجمهورية دونتسك، روسيا وسوريا تخوضان معركة واحدة ضد عدو واحد. خلال الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية، التأكيد على مواصلة العمل لعودة جميع المهجرين واللاجئين السوريين وإعادة الإعمار. الاجتماع الدولي 18 بصيغة أستانا يؤكد العزم على مكافحة الإرهاب والأجندات الانفصالية ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويطالب بوقفها. اعتبر الرئيس الأسد أن المعركة الأساسية والأكبر هي ضد سياسات الهيمنة التي يتبعها الغرب، والذي يعتقد أنه المركز ويريد أن يدير العالم وفق مصالحه. لذلك فإن الدول التي تدافع عن سيادتها عليها أن تبني علاقات قوية فيما بينها بما يعزز مواقفها ويحقق مصالح شعوبها. الرئيس بشار الأسد استقبل وفدا مشتركا من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب ديمتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية، ووزيرة الخارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا. أطلع الرئيس الأسد على الأوضاع في إقليم دونباس وآخر تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن المدنيين في تلك المنطقة في وجه الجرائم التي يرتكبها النازيون المتطرفون هناك، والجهود المبذولة لإعادة السكان إلى مدنهم بعد استتباب الأوضاع في الكثير من المناطق والبدء بإعادة الإعمار فيها. وأكد أعضاء الوفد رغبتهم بتوثيق العلاقات مع سوريا في المجالات كافة ورفع مستواها، حيث سلمت وزيرة خارجية دونيتسك الرئيس الأسد رسالة من الرئيس دينيس بوشلين تتعلق بهذا الإطار. وقد رحب سيادته بما جاء في رسالة الرئيس بوشلين، وعبر عن استعداد سوريا للبدء بالعمل على رفع العلاقات مع جمهورية دونيتسك إلى المستوى السياسي. أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سوريا تواصل العمل على عودة جميع المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم. وأوضح المقداد في كلمة له خلال الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين السورية والروسية في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، وقال إن الأموال التي يقدمها الغرب خلال ما يسمى مؤتمر بروكسل تذهب للإرهابيين الذين يواصلون استهداف الشعب السوري والبنى التحتية، مشيرا إلى أن الغرب المتوحش لم يقل كلمة واحدة في إدانة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أخرج منشأة مدنية هي مطار دمشق الدولي من الخدمة. موقفنا الثابت في دعم عودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم، وأنا أؤكد بأن هذه التظاهرة التي أتت في هذا الوقت بالذات بمبادرة من اللجنتين التنسيقيتين الروسية والسورية لمتابعة العمل الجاد لعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم تأتي في وقتها المناسب، على الرغم من كل المشاغل التي يعرفها الجميع. فعندما نرى أن الأصدقاء من الاتحاد الروسي يأتون إلى دمشق ويجتمعون في موسكو، فإننا نشعر بعمق مقدار المحبة والالتزام الثابت للسياسة الروسية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين في حل المشاكل الإنسانية في عالم اليوم. هذه التظاهرة تعبر عن الالتزام الحقيقي من قبل الأصدقاء الروس
في إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الإنسانية. نحن نؤكد على وقوفنا إلى جانب أصدقائنا الروس في موقفهم للدفاع عن العدالة والحق أيضا في منطقة الدونباس وفي لوغانسك وفي أماكن أخرى من الاتحاد الروسي. المؤتمرات التي عقدتها المجموعة الغربية في بروكسل مؤخرا طلبت بكل صفاقة بعدم عودة اللاجئين إلا حسب شروطهم هم، يعني يريدون مقابل ذلك تحقيق الأهداف التي سعوا إليها منذ عام 2011 وحتى الآن، وهذا لن يتحقق. نحن مع عودة أهلنا ومواطنينا إلى وطنهم. نحن كنا ننسق مع الجانب الأردني واتفقنا على مجموعة من الإجراءات التي تحتاج إلى متابعة، لكن نحن في سوريا نقوم بكل ما يترتب علينا في هذا المجال، ونشجع الإخوة في الجانب الأردني على القيام بكل ما يمكن من أجل عودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم. لن يجد هؤلاء اللاجئين أي عقبات أو صعوبات أثناء عودتهم، فهم مرحب بهم في بيوتهم وبين أهلهم، والعائق الوحيد هو أن الدول الغربية تضغط على كل الدول لعدم عودة هؤلاء اللاجئين، وخاصة الضغوط الأمريكية والغربية. هذا وكان المهندس حسين مخلوف رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة قد أكد في كلمة له خلال الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية في قصر المؤتمرات بدمشق في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، أكد أن الهيئتين تسعيان لإعادة أكبر عدد من اللاجئين والمهجرين السوريين، وهذا الهدف يشكل أولوية لسوريا. وأكد مخلوف أن الاحتلال التركي يواصل دعم الإرهابيين وسارقة خيرات سوريا، وحديثه عما يسمى منطقة آمنة عدوان موصوف، أما الاحتلال الأمريكي فهو السبب الأول لمعاناة الشعب السوري وحرمانه من موارده. ما شهدناه خلال اليومين الماضيين من عشرات الاجتماعات الثنائية بين الوزارات والمحافظات والجهات السورية والروسية وما توصلوا إليه من اتفاقات تم توقيعها أو مشاريع اتفاقات تم اعتمادها يدل على العمل الدؤوب والإرادة المشتركة لتعزيز أقصى درجات التعاون، وكذلك الفعاليات وتبادل الخبرات وجولات توزيع المساعدات، كلها قرائن على عمق الصداقة التي تجمعنا بما يدفع قدما نحو الأمام نحو تحقيق الهدف الذي نسعى من أجله جميعا، وهو إعادة أكبر عدد ممكن من السوريين إلى أرض الوطن، الأمر الذي يشكل أولوية كبرى في عمل الدولة السورية بكافة مؤسساتها. وبتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد بأن كل نصر يحققه الجيش العربي السوري ببطولاته وتضحياته، وكل تحرير من الإرهاب لأي بقعة من الجغرافيا السورية يجب أن يعقبه عمل دؤوب لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات ولا سيما الصحية والتعليمية. العقبات اللي بتعيق عودة السوريين، أولا الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يمارسها الغرب والدول الداعمة للإرهاب التي طبقها على بلادنا والذي استهدف فيها المواطن السوري في غذائه ودوائه وكسائه، وحتى المنشآت الطبية والمشافي لم تسلم من الضغط في لمنع توريد متطلباتها إضافة إلى المعامل وغيرها. أيضا لا ننسى الاحتلال الأمريكي وعملائه السارقين للثروات الباطنية السورية وللمحاصيل الزراعية من قمح وقطن، والاحتلال التركي الذي يمارس كل أشكال السرقة وحتى قلع أشجار الزيتون المعمرة والعريقة ينقلها إلى بلده ويستنزف مواردنا الطبيعية.
هناك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أيضا على بلدنا، كلها إضافة إلى الضغوطات التي تمارس على السوريين في الخارج لئلا يعودوا. كل هذه العوائق لن تسنينا، بل ترفع من عزيمتنا، وأيضا نعتمد على دعم أصدقائنا ونعمل بأولوية إعادة السوريين إلى بلدهم. بدوره أكد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني العماد أول ميخائيل ميزنتسيف عبر الفيديو، أكد أن روسيا ستواصل تقديم الدعم الشامل لسوريا من أجل استعادة الحياة الطبيعية ومكافحة الإرهاب ومواجهة العقوبات الغربية. وشدد ميزنتسيف على أن العقوبات الغربية غير شرعية مفروضة على سوريا وتعرقل عودة المهجرين واللاجئين وتفاقم معاناة الشعب السوري، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها يرفضون التنسيق مع سوريا لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وهم يستخدمون مخيم الركبان كمقر لتجنيد الإرهابيين. تواصل روسيا الاتحادية تقديم الدعم الشامل في استعادة الحياة الطبيعية للجمهورية العربية السورية بفضل العمل المنسق بين الهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين وبناء على المبادئ الأساسية للأمم المتحدة. حتى يومنا هذا قد عاد أكثر من 2,395,000 مواطن سوري إلى ديارهم، بمن فيهم أكثر من 2,375,000 نازح داخلي وأكثر من 1,910,000 لاجئ من الخارج. على الرغم من الصعوبات الموضوعية المرتبطة بإعادة أعمار البلاد بعد الحرب، وبالإضافة إلى التأثير الهدام للغاية لسياسات الولايات المتحدة وحلفائها في الإقليم، يتم توفير الدعم الاجتماعي اللازم والمواد الغذائية والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات السوريين العائدة. وهناك اهتمام بالغ بإعادة بناء وتطوير المرافق الاجتماعية والبنية التحتية. هذا وكان واصل الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين أعماله، وشهدت أعمال اليوم الثاني مباحثات مكثفة من الجانب الروسي وممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والاتصالات والكهرباء والموارد المائية والنفط والثروة المعدنية، بالتوازي مع توزيع مساعدات إنسانية وتجهيزات روسية في مناطق عدة بالمحافظات. كذلك بحث وزير النقل زهير خزيم والنائب الأول للممثل الدائم لجمهورية القرم لدى روسيا الاتحادية سيركي قودرين إمكانيات إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم بدوره بحث مع معاونة وزير التعليم العالي الروسي ناتاليا بيتشيروفا ومعاون وزير الصحة الروسي أندري بلوتينيتسكي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالين العلمي والصحي. وعلى هامش الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بحثت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مع وفد الهيئة التنسيقية الروسية سبل تعزيز وتطوير التعاون بين سوريا وروسيا. وكان شهد اليوم الأول للاجتماعات لقاء عمل بين ممثلي وزارة التربية والتعليم لروسيا الاتحادية ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية العربية السورية. تم خلالها مناقشة عمق العلاقات السورية الروسية والتعاون المشترك لاسيما في المجال التربوي وإعادة تأهيل وترميم المدارس. بدأنا بترميم المدارس، بتقديم خدمات للطلاب وللمعلمين، وكان هناك دائما وفود تؤخذ إلى روسيا من أجل إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، وأيضا هناك وفود تأتي إلى سوريا وتزور المدارس وتزور المعلمين وتقدم خدمات، إضافة إلى أن لدينا اتفاقية في مجال تعليم اللغة الروسية. وصلنا الآن إلى 30,000 طالب يتعلم اللغة الروسية، وتشاهدون أن اللغة هي عامل هام للتواصل بين بلدينا.
أكد البيان الختامي للاجتماع الدولي 18 حول سوريا بصيغة أستانا أن الدول الضامنة تجدد التزامها الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. وورد في البيان أن الدول الضامنة تؤكد تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. ودانت الدول الضامنة الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشأة مدنية في سوريا وتؤدي لسقوط ضحايا أبرياء، وجددت التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر من أجل القضاء على تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بهما. وفي تعقيب له أكد بل قال رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي 18 حول سوريا بصيغة أستانا الدكتور أيمن سوسان خلال مؤتمر صحفي في نور سلطان، قال أن النظام التركي يواصل انتهاك حرمة وسيادة الأراضي السورية ويدق طبول العدوان ويستهدف الأراضي السورية ويقتل الأبرياء بذرائع وحجج واهية. وإن من يدقون طبول الحرب سيذوقون مرارة الهزيمة والاحتلال إلى زوال لا محالة، وسيروي العالم أجمع قصة انبثاق نظام عالمي جديد من سوريا، عالم يسوده العدل ويتمتع فيه الجميع بالرخاء وتنتفي منه كافة أشكال الهيمنة والتفرد بالقرار الدولي. هذا وكان عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين جلسة مباحثات مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية في اليوم الثاني للاجتماع الدولي 18 حول سوريا بصيغة أستانا. وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سوريا والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي، خاصة التهديدات التي يطلقها النظام التركي بالعدوان على الأراضي السورية. وفي هذا الصدد جدد دكتور سوسان إدانة سوريا الشديدة للسلوك العدواني للنظام التركي ودحض الذرائع التي يسوقها للعدوان على سوريا، والذي يشكل خرقا للقانون الدولي ويتعارض بشكل مطلق مع تفاهمات ومخرجات أستانا التي دأب النظام التركي على التنكر لها وعدم الالتزام بها. من جانبه أكد أصغر خاجي رفض إيران لأي عدوان تركي على سوريا وحرصها على وحدة وسلامة الأراضي السورية، مشددا على أن مثل هذه الأعمال والتهديدات لا تؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة ويجب وضع حد لها. أصيب طفلان بجروح بانفجار لغم من مخلفات إرهابي تنظيم داعش. وذكر مراسل سما أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابي داعش انفجر قرب أحد الأبنية المهجورة في حي الرشدية بمدينة دير الزور. وذكر المراسل أن طفلين 11 و 12 سنة أصيبا بشظايا في مختلف أنحاء الجسم نتيجة تعرضهما لانفجار لغم، حيث تم تقديم العلاج اللازم ووضعهما تحت المراقبة. وفي إطار عدوانها المستمر على الأراضي السورية، نفذت طائرات مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي عملية إنزال جويا على قرية الحميرة بريف مدينة جرابلس التي يسيطر عليها جيش الاحتلال التركي أقصى شمال شرق محافظة حلب. وأكدت مصادر أهلية أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الأمريكية ومسلحين مجهولين وسط قيام الطائرات المروحية بإطلاق قنابل مضيئة فوق سماء المنطقة وتقديم الغطاء الناري للقوات الأمريكية على الأرض. كثفت القوات الروسية دورياتها على امتداد الشريط الحدودي الشمالي بهدف ردع المحاولات التركية لشن عدوان جديد على سوريا.
تكاد الحوامات الروسية لا تهدأ في أجواء مدن وبلدات الجزيرة السورية وحتى امتداد أجواء مناطق منبج وعين العرب وعين عيسى في رسائل حضور عسكري تنفي كل المزاعم الغربية عن انسحاب روسي وشيك من عموم الجغرافية السورية وتحديدا منطقة الجزيرة. المروحيات المترافقة مع دوريات برية على الأرض تهدف لنشر الاطمئنان من أي محاولات تركية لتهديد المنطقة وشن عدوان جديد عليها، بما سيتسبب حتما بموجات نزوح كبيرة وتشريد آلاف العوائل. والواضح أن موسكو تريد أن تعبر عن رفضها لأي عدوان تركي جديد من خلال تكثيف الحضور العسكري سواء في القامشل أو تلتمر وعين عيسى وصولا إلى منبج، أو من خلال نشر منظومات دفاع جوي حديثة لتشكيل قوة ردع في وجه أي محاولات تركية لتنفيذ الأطماع بذريعة وجود ميليشيا قسد على الحدود والمنطقة الآمنة. ولعل الروس لم يكتفوا بذلك، بل عمدوا لنشر طائرات حربية ومروحية هجومية في مطار القامشلي في رد عسكري على إجراءات الناتو في أوكرانيا وللتأكيد على عدم ارتباط الملفين السوري والأوكراني ببعضهما عسكريا. تتخذ روسيا إجراءات عسكرية تعبر عن التزامها بدورها كضامن موثوق به في تطبيق الاتفاقات، مع مؤشرات عن ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية من الفصائل المسلحة المدعومة تركيا، ما سيحتم أيضا اتخاذ إجراءات تضع حدا لها وربما تمهد لتحرير المزيد من المناطق من هؤلاء الإرهابيين في إدلب ومدن وبلدات الشمال السوري المحتل. أيهم مرعي لقناة سما، محافظة الحسكة. أملا مشاهدينا، إليكم آخر أخبار الاقتصاد وتيماء حيدر. مساء الخير تيماء. مساء النور وفاء. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة استيراد سيارات الإطفاء سواء كانت جديدة أو مستعملة. إعادة إقلاع مصفات بانياس بعد توقف دام لأكثر من 20 يوما أدت لنقص حاد في كافة المشتقات النفطية. أهلا بكم. وافق المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة صناعة حمص بالسماح للمنشآت الصناعية عدا المشاريع المقامة على قانون الاستثمار باستيراد سيارات الإطفاء سواء كانت جديدة أو مستعملة. وتضمنت التوصية أن السيارات التي سمح باستيرادها يجب ألا تتجاوز سنة صنعها 5 سنوات عدا سنة الصنع، ووفق القوانين الناظمة لاستيرادها وشريطة أن يتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وأن يتم وضعها ضمن منظومة الإطفاء في المحافظة عند الطوارئ. تكلل الإقلاع التجريبي لمحطة القوى في مصفات بانياس بالنجاح بعد جهود مضنية بذلها عمال المصفات على مدار الأيام السابقة. يد قابضة على جمر الحديد هنا وسواعد لم تكل أو تمل العمل واصلة الليل بالنهار في سبيل إعادة إقلاع مصفات بانياس بعد توقف دام لأكثر من 20 يوما أدت لنقص حاد في كافة أنواع المشتقات النفطية. منذ 20 يوم تم إيقاف جزء للمصفات بسبب انقطاع توريدات النفط الخام، وتم مباشرة بأعمال صيانة في قسم التقطير لتوقف، بينما قسم التحسين قسم إنتاج البنزين بقي مستمر بالعمل حتى منذ أسبوع. في الأسبوع الماضي تم إيقاف كامل للمصفات والمباشرة مباشرة بأعمال الصيانة على الشعلات وعلى محطة القوى من أجل التحضير لتشغيل طويل لاحق إن شاء الله، وتم العمل ليل نهار حتى إنجاز العمل بأقل من 4 أيام، وحاليا كل المصفاي جاهزة للإقلاع. وحدة التقطير الجوي هي الوحدة الأساسية والأولى من بين كل الوحدات الإنتاجية التي تقوم بعملية الإقلاع، لأنه هي بتأمن تغذية لباقي الوحدات تماما. وحتى وصلنا لهالمرحلة هاي طبعا بعد إيقاف لمدة 20 يوم توفر 3 عوامل أساسية. أول عامل توفر النفط الخام
وانتهاء عمليات ضخه وترقيده والمعالجة الأولية للنفط الخام. العامل الثاني الإقلاع بمحطة القوى لتوفير البخار والكهرباء من أجل عمليات التشغيل المطلوبة. تخدم مصفاة بانياس السوق المحلية بأكثر من 70% من حاجته من المشتقات النفطية، وعودتها اليوم للإقلاع بعد إصلاح محطة القوى سيساهم في تحسن واقع المحروقات. منقوم بعمليات شغل ضخمة وكبيرة وقت تكون المصفاة شغالة، وحاليا وقت يعني المدة اللي كانت المصفاة فيها واقفة قمنا بعمليات صيانة وجهد كبير، بحيث انه ان شاء الله بس تجي المادة نرجع نقلع بشكل نظامي ويكون الانتاج منيح ونأمن المادة والمشتقات النفطية. احنا عندنا حجم شغل وتعب كثير، عم نتعب كثير، ولكن نحن وقت اللي بنشوف المصفاة عم تشتغل وعم تنتج وعم تعطي المشتقات النفطية لأهلنا بالقدر بننبسط وبننسى التعب كله. نقدم جهدنا من الصبح للمساء يوميا، وفي دور دي بتشتغل بالليل، ونحن لحد الآن معنا لا تعويض خطور لا تعويض خطورة لا طبيعة عمل 6% أو 4%، ومثل ما شايفين جهودنا تستاهل أكثر من هيك بكثير. خبرات وطنية وأياد سورية ماهرة قامت بإصلاح محطة القوى في زمن قياسي تستحق منا ومن المسؤولين كل التقدير. مساء يوم الخميس ستبدأ هذه الخزانات بالامتلاء بمختلف أنواع المحروقات من مازوت وبنزين ومشتقات نفطية أخرى، بالتزامن مع وصول نواقل النفط الخام إلى مصب بانياس النفطي، وبالتالي ستبدأ المصفاة بالتوريد إلى السوق المحلي ابتداء من الأسبوع القادم. من بانياس لقناة سما، علي الكنج. في سياق منفصل، أطلق مصرف التوفير برنامجه الجديد لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمجموعة من القروض تبدأ من 5 ملايين ليرة سورية وتصل إلى 500 مليون ليرة، وذلك في إطار سعي المصرف لتطوير محفظته الائتمانية. وأكد المصرف أن فروعه بالمحافظات مستعدة لاستقبال طلبات القروض من الراغبين اعتبارا من 19 من حزيران الجاري، ويستهدف هذا المنتج وفقا للبرنامج أصحاب المشاريع لكل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي، حيث يبلغ سقف قرض المشاريع متناهية الصغر 5 ملايين ليرة سورية، أما قروض المشاريع الصغيرة فهي بسقف 50 مليون ليرة سورية. من جهة ثانية، أكد المصرف التجاري السوري أنه حقق أرباحا صافية بلغت أكثر من 9 مليارات ليرة سورية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ حجم الودائع لدى المصرف حوالي 7000 مليار ليرة سورية. وعلى صعيد محفظة القروض، أوضح المصرف أنها سجلت في الربع الأول من العام الجاري حوالي 200 مليار ليرة بزيادة قدرها 250% مقارنة بتسليفات القطاع الخاص حتى نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت حوالي 57 مليار. كما أشار المصرف إلى أنه حقق أرباحا تقدر ب 43 مليار ليرة سورية قبل اقتطاع الضريبة كنتائج لأعمال السنة المالية الماضية. وفي الأخبار العالمية، أعلن البنك المركزي الأمريكي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي 30 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مواجهة ارتفاع التضخم. ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%. وأكدت اللجنة المكلفة السياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مع توقعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسية. إلى ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي مع تطلعه لكبح جماح التضخم المرتفع. فيما قال البنك المركزي الأردني إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس بمقدار 3/4 نقطة مئوية. في غضون ذلك، هبط الجنيه الاسترليني وقفز الفرنك السويسري بعد رفع بنكي انجلترا وسويسرا اسعار الفائده. في السياق ذاته، من المرتقب أن تشهد الأسواق العالمية سيناريوهات صعبة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. فإذا كانت تلك الأسواق خاصة البورصات والعملات الرقمية قد أصابها الذعر الشديد والانهيارات كما حدث مع عملة بيتكوين المشفرة قبل الإعلان عن رفع الفائدة،
فما هو الحال بعد زيادة الفائدة؟ في الوقت الذي صعب فيه التحكم بمستوى التضخم وأشارت التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر القادمة على مستوى عالمي، صدر قرار المركز الأمريكي برفع أسعار الفائدة، القرار المرتقب في جميع الأسواق العالمية كانت تداعياته مباشرة على أرض الواقع، لا سيما في ضوء التطورات المحلية والعالمية والجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار السلع والاضطرابات في سلاسل التوريد. فما لبثت المصارف أن رفعت أسعار فائدتها بداية من المركزي السويسري الذي رفع الفائدة لأول مرة منذ 15 عاماً، وليس انتهاءً بالبنوك الخليجية التي رفعت أسعار الفائدة أيضاً. البورصات والأسهم والذهب والعملات المختلفة أمام الدولار ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التأثيرات، خاصة أن رفع الفائدة يعني خروج الدولار إلى تجارة الفائدة الرائجة حالياً، كما أن رفع الفائدة يعني مزيداً من قوة الدولار، والذي سجل مستويات هي الأعلى في 20 عاماً بعد رفع الفائدة التي كانت متوقعة. نحن في الاحتياطي الفيدرالي نتفهم المصاعب التي يسببها ارتفاع التضخم، ملتزمون بشدة بخفض التضخم مرة أخرى، نتحرك بسرعة للقيام بذلك، لدينا من الأدوات والعزم الذي يتطلبه الأمر لاستعادة الاستقرار. الصورة الحالية واضحة للجميع، سوق العمل ضيق للغاية والتضخم مرتفع للغاية، وبناء على ذلك رفعنا سعر الفائدة بمقدار 3/4 نقطة مئوية، ونتوقع أن تستمر الزيادة كما نواصل عملية تقليص حجم ميزانيتنا العمومية بشكل كبير. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن صانع السياسة الأمريكية في موقف لا يحسد عليه، فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود التضخمي الخطير، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو الإفلاس والتعثر. الخبراء أشاروا إلى أن رفع الفائدة على الدولار سيترك آثاراً سلبية على عملات وبورصات وأسواق الدول النامية في الفترة المقبلة، حيث سيتبع قرار الرفع نزوح مزيد من الأموال الساخنة والاستثمارات المباشرة من تلك الأسواق نحو الأسواق الغربية والاستثمار في أدوات الدين الأمريكية. كذلك ستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث ركود كبير. أخبار الاقتصاد انتهت، شكراً لطيب المتابعة وعودة إلى وفاء. شكراً يا تكلاف، الله يعافيك. أهلا بكم. عقدت نقابة الأطباء في سوريا مؤتمرها العام السنوي 39، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بمهنة الطب وسبل تطويرها والارتقاء بالخدمة المقدمة للأطباء، على يتم التصويت في نهاية المؤتمر على عدة بنود أبرزها رفع الراتب التقاعدي للأطباء. ووزير الصحة الدكتور حسن الغباس بيّن خلال كلمة له أن عدد الخدمات المجانية وشبه المجانية التي تم تقديمها للمواطنين خلال الربع الأول من العام تجاوزت 5 ملايين خدمة في مشافي وزارة الصحة ومشافي الهيئات العامة المستقلة، لافتا إلى إطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا يوم الأحد القادم وعلى مدى أسبوعين. هذا وتم تكريم عدد من الأطباء في كل المحافظات الذين سجلوا بصمة في عالم الطب. يوجد عدد من الأطباء عادوا للبلد الحقيقة، وعم نشوف تسجيل لأطباء كانوا مغادرين، قسم منهم عاد ارتباطه بنقاباته، البعض رجع للممارسة بجمهورية العربية السورية، البعض الحقيقة لا زال خارج البلد، بس هذا يعني أنه عودة ربط هذا الخيط بين الطبيب المغادر ونقابته الأم. في هجرة كبيرة للأطباء لعوامل عدة طبعا، اليوم احنا عالجنا جزء كبير منها، بقي هو العامل المادي اللي هو عم يستقطب البلاد الخارجية للطبيب السوري.
وإن شاء الله إحنا ماشيين باتجاه حل الموضوع. أهم الصعوبات بصراحة هي يعني خلينا نقول حاليا بالنسبة للطبيب هي الأمور الحياتية والمعيشية، واللي نحن إن شاء الله تعالى في قرارات بهذا المؤتمر رح نحاول مع زملائنا الأطباء أن نتخذها، بتحسين الراتب التقاعدي، بتحسين مكافأة نهاية الخدمة، وأمور كثيرة لها علاقة بممارسة المهنة. احتياجات نقابة أطباء الرقة كثيرة، لأنه أول شيء أنه نرجع على فرعنا مقرنا الرئيسي بالرقة إن شاء الله، هذا أول احتياج لنا. الأمور الثانية هي في الصعوبات التواصل مع زملائنا، وعم نحاول نحل كل هالمواضيع هاي وندللها أمام زملائنا. أبرز احتياجاتنا هي أول شيء الأجور الطبية اللي حتى الآن مع الأسف من 2004 ما تعدل فيها، متأمل أنه يصير فيها تعديل، لأنه هذا الحكي الحقيقة بيصير فيها ظلم على الطبيب وعلى المواطن بنفس الوقت، في نوع من الفوضى حالياً بالأجور اللي عم تتأخذ، فمتمنى تنظم. بقي مشاهدينا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا وجمهورية دونتسك، روسيا وسوريا تخوضان معركة واحدة ضد عدو واحد. خلال الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية، التأكيد على مواصلة العمل لعودة جميع المهجرين واللاجئين السوريين وإعادة الإعمار. الاجتماع الدولي 18 بصيغة أستانا يؤكد العزم على مكافحة الإرهاب والأجندات الانفصالية، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويطالب بوقفها. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.